النهارده يا جماعه عندنا تعديل على مضرب البيسبول ده، هنغير شكله 180 درجه. معانا شويه حاجات هنستخدمها في الموضوع ده او في المشروع. لحظه عشان نقص دي شويه لان احنا مش هنحتاجها كلها، فخليها كده عشان تنزل. دي يعني شويه اكسسوارات 90% هنحتاج منهم المقطع بتاع النهارده. تمام، جيب كده عشان نروقهم، تشيل بس الصبغات والوسخات من عليهم، بعدين نكمل.
طبعا يا جماعه ده المضرب اهو زي ما حضراتكم شايفينه، خلص معانا طلع بالشكل والفينش اللي انتوا شايفينه ده اهو. مرضتش اقفور فيه ولا اعمل له اي حاجه، يعني بقى شغل عامل زي فاهم زي بتاع القراصنه يعني حاجه زي كده. ده كده اهو من هنا يعتبر خنجر، شوف كيف شكله. ده النصل بتاعه، ودي اليد اهي شرشره طعم بجنازير من هنا. وده الشكل الكامل بتاعه اهو. يا ريت بقى لسه جديد وما اشتركش يشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصله كل جديد. اخواتي وحباب قلبي تنسوش تقولوا لي على رايكم في التعليقات، وايه رايكم في المضرب الجديد. شوفوا الشوكه على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي، وسلام.